حياكم الله. بين الاقتصاد والاستثمار عامل مشترك يشكل أساسا لنجاح أي منهما، وهو الطموح، واللي يشكل أيضا نقطة تحول في تفكير الشباب ونمط تفكيرهم في التركيز على مبدأ الربح والخسارة. بلا شك، وما دمنا نتحدث عن الشباب ودورهم في الاقتصاد والاستثمار، لابد أن نتطرق إلى موضوع ريادة الأعمال ومدى انجذاب الشباب نحو العمل الاستثماري وتقبلهم وقدرتهم على مواجهة تحدياته. وهذا هو موضوع حديثنا مع ضيفتنا الأستاذة هدى البقشي، مدير عام اتحاد الصناعات الكويتية. ولكن للحديث الاقتصادي الاستثماري بقية بعد التقرير. حياك الله أستاذة هدى. الله يحييك ويخليك، شكرا على الاستضافة. يا أهلا وسهلا بك سادة هدى. يعني الكثير من الشباب قبل لا يبحث عن ريادة الأعمال يتساءل، وحق يعني بالنسبة له، كيف بداية الدخول إلى مجال الأعمال وكذلك الاستثمار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لوحظ في الآونة الأخيرة توجه كثير من الشباب إلى ريادة الأعمال، إلى إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة. أصبح ما بأسميه هوس، أصبح يعني يمثل نسبة كبيرة من شريحة الشباب سواء على مستوى دولة الكويت أو على مستوى عالمي. أصبح موضوع ريادة الأعمال يستقطب شرائح كبيرة من الفئة الشبابية. ولكن يمكن النقطة اللي أحب أركز عليها، هل الشاب المقبل على خوض هذه التجربة عند الإلمام الكافي؟ هل يعرف بالضبط معنى أو مفهوم المشروع الصغير، نقول اللي هو المفروض يكون بادي عليه؟ عارف الدعم اللي يحتاجه للاستمرار في هذا المشروع؟ هل هي فكرة فيها استمرارية أم هي مؤقتة؟ هذه الأمور لازم تكون مدروسة تماما حتى يستغل الفكرة اللي تكون موجودة في باله استغلال الصح، تحقق النتائج المرجوة منها. صحيح. تكون حاجة للمجتمع وللسوق الكويتي وليس رغبة، حتى ما تكون الأفكار مكررة. صحيح. ومستهلكة. هذا بيرني حق سؤال أستاذة هدى. يعني الكثير يدخل في قمار هذه المشروعات، لكن برأيك شنو الخطط المثلى اللي على أثرها ممكن نأهل الشباب الكويتي أنه يدخل غمار مجال الاستثمار سواء بالمشروعات الصغيرة أو المتوسطة؟ للأمانة أنا بتكلم بشفافية معكم اليوم. يمكن الحكومة ما قصرت في دولة الكويت في كثير من الجهات الراعية والداعمة للمشاريع الصغيرة وللشباب. صحيح. يعني أذكر على سبيل المثال للحصر، محفظة تمويل المشاريع الصغيرة في البنك الصناعي، الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عندي كذلك مركز صباح الأحمد يستثمر أو يستقطب بعض أصحاب الأفكار العلمية اللي لها طابع نوعا ما علمي، فيها اختراعات وابتكار. عندي ما شاء الله وزارة الدولة لشؤون الشباب تحتضن وتدعم بعض المشاريع والمبادرات الشبابية، مع الهيئة العامة للتعليم والتدريب التطبيقي عندها مجموعة من الحاضنات. كثرة الجهات والمصادر هذه اللي تقدم الدعم يمكن أصبح تخلق نوع من التشابك بالرأي وعدم الاستقرار بالنسبة للمقبل إلى هذه المشروعات. إحنا ودنا أن تكون جهة وحدة تضم هذه المميزات اللي تقدمها مؤسسات الدولة، وحتى تكون الأمور واضحة بالنسبة له، حتى هو يقدر يقيم ويستغل المميزات صح مع الجهة. لأن مثل ما قلت لك، كثرة الجهات اللي تمول هذه المشاريع أصبحت تخلق نوع من عدم الاستقرار وتشويش لدى الشباب، فبالتالي ما يكون عند الإلمام. وإحنا ما ننكر وما هو عارف وين يتجه بالضبط. صحيح. نعم، هذا اللي خلينا نركز على اتحاد الصناعات الكويتي، وخاصة أن له دور محوري وفاعل في هذا المجال. خلينا نعرف السادة المشاهدين على هذا الدور اللي يقوم فيه الاتحاد. طبعا كون اتحاد الصناعات الكويتية هو الجهة المعنية في القطاع الصناعي، أو نقول شتت جل تركيزه على القطاع الصناعي، كون مظلة يحتضن
320 منشأة صناعية محلية في داخل دولة الكويت. صحيح. والله الحمد عندنا علاقات جدا طيبة مع المؤسسات الحكومية والخاصة اللي هي لها علاقة بالقطاع الصناعي. عندنا طبعا من أصحاب الخبرة والاختصاص في هذا القطاع من رواد الأعمال، نقول مخضرمين في القطاع الصناعي، اللي أسسوا منشآتهم الصناعية بناء على فكر معين، بناء على دراسة واعية، نضج فكري، قاعدة سليمة بالضبط. وهذا طبعا يدفعنا ان احنا ركزنا على الاحتياجات اللي خاصة بالقطاع الصناعي. مثل ما قلنا ريادة الأعمال تتضمن نشاطات كثيرة، الغذائي والمشروبات، التكنولوجيا والفاشن، ولكن قطاع الصناعات يركز على الصناعات التحويلية. صحيح. إعادة التدوير، الصناعات ذات القيمة المضافة للقطاع الصناعي، وخصوصا في الظروف الحالية اللي احنا نعيشها في عدم الاستقرار في أو الاتزان في الوضع الاقتصادي العالمي نقول بشكل عام. حلو. فبالتالي احنا قبل سنتين نظمنا مشروع اسمه مصنع المبادرين، استقطبنا كل أصحاب الأفكار الصناعية لإنشاء مشروعاتهم الصغيرة. الحمد لله طلعنا فيه خلاصة جدا متميزة من أصحاب المشاريع اللي لها علاقة بالقطاع الصناعي. صحيح. في مجموعة منهم شقوا طريقهم الحمد لله، وصارت هناك مصانع مشروع. لا، الناس انشئت المصانع صعبة، يعني في مشاريع اعتقد فيها صناعة السيراميك، مصانع صناعة سيراميك، هذه طبعا موجودة الصناعات قائمة بالكويت وصناعات ما شاء الله. صحيح. بس اعتقد في مشاريع كانت كويتية مؤخرا، اي مثل مشروع اعادة تدوير البلاستيك. أيه هو مشروع أمنية ما شاء الله، واتوقع جدا مشروع متميز، هذا اللي فيه قيمة مضافة للصناعة المحلية الكويتية. صحيح. عندنا احد الشباب عنده مشروع اعادة تدوير الاطارات. صحيح. هذا توجه حكومي حاليا لاستغلال هذه الكميات المهولة. صحيح. من الإطارات. في صناعات لإنشاء المواد الأولية للصناعات الموجودة الحالية. صحيح. فإحنا نركز على هذه النوعية ونوجههم ونقدم لهم الدعم. طيب شلون أستاذة هدى؟ مثل ما تفضلت أختي غادة، يعني الآن الشاب أو الشباب الجنسين مباشرة بيقول مثل ما تفضلت اختي غادة، شلون شنو الدعم اللي تعطوني اياه؟ يعني توجيه فقط، نصائح، ولا في ايضا دعم مادي؟ طبعا احنا الدعم المادي يكون اتحاد الصناعات جهة غير ربحية، فانا ما اقدم الدعم المادي، وما شاء الله الجهات الحكومية الكثيرة اللي تقدم الدعم المادي كثيرة مثل ما حصرناها في البداية. التوجيه هذا اهم من الدعم المادي. صحيح. انا اذا أعطيته مفاهيم إنشاء المشروع، دراسة الجدوى وين يتجه، أنا ما أقدم له دراسة الجدوى ولا أنا الجهة المختصة، ولكن أوجهه بناء على مشروعه بالضبط، أحطه على التراك الصح بالضبط. وين يلجأ، وين يتوجه؟ إحنا لله الحمد اتحاد الصناعات ما زلنا فاتحين أبوابنا للمجموعة اللي دخلت معي مشروع مصنع المبادرين. صحيح. أبوابنا مفتوحة لتقديم النصح والإرشاد. يعني كأنش تقولين أن تلخصون للموضوع وتختصرون للمسافة، أشبكه مع الجهة المختصة. بدل ما هو يكون تايه معارف أروح الجهة الفلانية أو الجهة الفلانية، أوجهه بناء على مشروعه، تلجأ إلى مثلا الهيئة العامة للصناعة، عندنا الهيئة العامة البيئة يشوف قياس المردود البيئي من مشروعه. حلو. أشبكه مع أصحاب المصانع المستثمرين الصناعيين. حلو. كانوا فاتحين أبوابهم، وهذه يعني بادرة منهم لاحتضان الطاقات الشبابية. أفتح له خط إنتاج في حد المصانع. يعني أنتوا الحلقة المسهلة لبداية مشروعه. طيب هل الشاب قادر أنه يبدأ منفرد بمشروعه ولا يحتاج إلى دعم الدولة، ودعم الدولة لا محدود بلا شك؟ طبعا ما في شك انه يحتاج الدعم ايا كان، مثل ما قلنا سواء دعم مادي، المادي او دعم تحديدا. الدعم المادي الغالبيه يحتاجون الدعم المادي، القروض الميسره هذه. صح. اللي تقدم حاليا تسهل عليهم. على اي اساس تقدم هذه القروض الميسره؟ بناء على تقييم المشروع، جدوى على اللونج ران، ايش كثر في استمراريه. حلو. وطبعا في مثل اتفاقيه تكون واضحه بين الطرفين من البدايه. وطبعا مثل ما قلت لك، هو يعتمد على الشاب نفسه المقبل، يكون ملم تماما. صحيح. يسمع النصح والإرشاد من أصحاب الخبرة والاختصاص، ما يكون مندفع. احنا
يعني ما ننكر الجيل الحالي دائما مندفع، تفكيره وتركيزه على الربح والخساره يمكن اكثر من تركيزه على الاستمراريه على المدى البعيد، وهذه اللي نحب نوقف عندها بشكل خاص. يعني يركد بالفكره صحيح، ما يقيسها بعد سنه سنتين وبعدين خليني انا اثبت نفسي بالسوق وبعدين افكر بالارباح. المتابعه في كثير من المشاريع اخفقت بعد فتره وجيزه، صحيح ما في متابعة. هو مو بس أنا انتشرت حققت انتشار في مستوى الكويت، وتعرفين إحنا الشباب دائما يقيسونها في البداية ويصير مثل ما يقولون الشعب هبات هبة. يعني إحنا نركز يخلي يكون ناضج بفكرة وتقييمة صحيح. فكر على اللونج ران، استمرارية لها قيمة مضافة للمجتمع، أحقق انتشار مستقبلا، تكون الفكرة مدروسة وناضجة، ومثل ما قلنا ما يستغني عن التوجيه والإرشاد من أصحاب الاختصاص. الفكرة مثل ما تفضلتي مدروسة وناجحة وما يستغني عن التوجيه. لو قدمها لكم وشفتوا أنه هو أو المبادرة بشكل عام والمشروع يستحق أنه يظهر وتقرؤون له النجاح، هل بالإمكان أن أنتم تكونون مثل ما يقول أن أنتم تكونون داعمين له؟ خلينا نقول يعني تتوسطون له أكثر، تعتنون فيه أكثر، توصون عليه أكثر للجهة اللي هو رايح لها، ترى برافو هذا الإنسان مبادرته جدا رائعة ومفيدة. بالفعل، وهذا اللي قاعد يحصل فعليا على أرض الواقع حاليا. شابكين مثل ما قلت لك مع محفظة التمويل في البنك الصناعي قبل فترة، مو مقصرين في احتضان وتقديم النصح والإرشاد لأي طرف عن طريق الاتحاد. حلو. كأصحاب مبادرات هو بالإمكان الشاب نفسه يلجأ إلى دايركت إلى الجهة نفسها، ولكن إحنا نقول كخدمة نقدمها لأصحاب المشاريع ذات الطابع الصناعي. صحيح. نركز على ذات الطابع الصناعي. صناعي. أنا مختصاصي أقدم نصح وإرشاد لأصحاب المشاريع التجارية. صحيح. الصناعي مثل ما قلت لكم كون أن أنا عندي لينك مع وتواصل مع أصحاب المنشآت الصناعية. عندنا نشبكهم مع الهيئة العامة للصناعة، ومقصرين صراحة. صحيح. عندهم طاقم ملم ودائما يحتضن أصحاب الأفكار والمشاريع ويقدم لهم يوجههم التوجيه الصحيح. صحيح. ألف باء الخطوات إنشاء المشروع، تقديم دراسة الجدوى. صحيح. كذلك الصندوق الوطني لدعم المشاريع الصغيرة حولنا لهم مجموعة من الشباب، بالفعل دخلوا معهم البرنامج التدريبي، وحاليا في صدد توقيع العقود معاهم اللي هي الاتفاقيات لإنشاء وتمويل مشاريعهم. جميل جميل، وايد حلو. أستاذة هدى كونتش مدير عام اتحاد صناعات الكويتية، نبي نصايح ممكن قلتيها من خلال اللقاء لحاب يستثمر ويدخل في غمار المشروعات هذه ويكون ضمن صناع أصحاب مصانع ومشروعات في الكويت من الشباب، بشكل مختصر وسريع شنو اللي لازم يتخذها من خطوات حتى يضع قدمه في المكان الصحيح؟ أولا المام بفكرة مشروع بشكل عام تكون مدروسة ولها دراسة جدوى، يعني سوليد، وتكون من أصحاب اختصاص في مجال دراسة الجدوى. الإلمام في القوانين والإجراءات واللوائح في دولة الكويت. نعم. القانون لا يحمي المغفلين، إذا أنا جاتني إخفاقات في النص فأنت مسؤول عن كل إجراء وكل خطوة أنت قمت فيها. في باله. يعني بالضبط. لأن أطلع على قانون دعم المشاريع الصغيرة، أطلع على التمويل المشاريع التابعة لمحفظة التمويل في البنك الصناعي، ألم في الإجراءات الحكومية والروتينية، استصدار الرخص التجارية. صحيح. الاستقدام العمالة، القروض البنكية الميسرة، الاتفاق اللي بيني وبين الجهة اللي راح تقدم لي التمويل أقرا. مشكلتنا إحنا ما نركز. صحيح. في الأمور الاندفاع الاندفاع بالضبط، استشارات قانونية، تسويق المشروع، مثل ما قلت لك الخطة التسويقية والإعلامية عشان أنتشر. أمور كثيرة لابدنا يكون ملم فيها في البداية، يثقف. صحيح. نفسه
ما يستغنى أجين عن النصح والإرشاد اللي موجود وخفف من الاندفاع اللي احنا يعني كل اللي حاب يكون ضمن هذه الريادة في الأعمال ما عليه اللي يتجه إلى اتحاد الصناعات الكويتية وياخذ منهم العلم اليقين ويكونون معاه خطوة في خطوة حتى يكون مشروعه مو وليد اليوم وينتهي اليوم، يستمر إلى أن يكون صاحب مصانع وصاحب مشروعات في المستقبل القريب. شكرا لك أستاذة هدى وما قصرتي، نورتينا في صباح الخير الكويت. الله يخليك، شكرا لكم على السلامة. خليك يا رب. كل الشكر مشاهدينا لضيفتنا الأستاذة هدى البقشي مدير عام اتحاد الصناعات الكويتية. نبي نروح الآن للرياضة وممارسة الرياضة وتمارين الرياضة مع أخونا عبد الله العوضي. كابتن عبد الله حياك الله وتفضل لك الهواء.